على المستوى اللي يقدمه يمكن ما يقدم مستوى، يعني مو معناتها انه خلاص يعطونا الكاس ويمشي البيت. يصير تشوف هالسنه انا اللي الاحظه السنه في منافسه قويه بين خاصه المتصدرين. والمركز الاول مع فرنس كوني، بينما هنالك محاولات ايضا من قبل لينيومان بنفس الشعار وانطلاقه ديفاي. محاولات من قبل جولد سبينر، ومن الجهه الاخرى هنالك ايضا فايف انجل بشعار فيكتوريال مع الفارس عبد الله فيصل ويوسف طه. شويه صعب، حصان قوي صراحه، عنده مستوى يعني بين. هو لو لو قاعد وراي كان بيفوز 100% بيفوز. اشوف ان علي منصوري هو دايخ بعد ما بالش بحصانه يعني. 172 لا تزال الصداره بين تخطف الصداره الان من قبل الصقلاوي الفوام. 772 محاولات من قبل المرشح الاول. هذا ما ضرب وهذا ما دفع وهذا ما سوى وهذا ما فعل. ولو ترجع لا قال ما خلوه فذبحني وذبح روحه. دايماً أسألكم عن أهدافكم وعن طموحكم، بس عمركم سألتوا أنا إيش هدفي اليوم من كل كلام وكل حوار؟ إيه نعم. أتألم لما يتم تأويل كلامي بمعنى بعيد عن المعنى اللي قصدته، لكني أعرف إن في هذه الرياضة لازم نتعامل مع كل الظروف. شلون؟ مع الحساس والمزاجي والناقد والمندفع والمهاجم واللي عمره ما بيفهم ماهية البرنامج وليش موجود. ليش؟ شنو نحس؟ مو مهم، المهم شلون نتصرف. بتحطمينه. قد أكون جرحت وقد أكون انجرحت. ترى هاي تحطمني كثير. شلون نحافظ على نفسيات بعض؟ قلت لكم قبل أسبوع شلون نفتح صفحة جديدة اليوم. أعتفض حق نفسي. مو مهم شنو نحس لما نخسر. يلا هذه أنت وشطارتك. المهم شلون نعوض كل شيء خسرناه. كل مجتهد. والصفحة الجديدة ترى مو شرط معناها يكون بداية لشيء جديد، ممكن تكون نهاية ونقطة ختام لكل شيء مضى وراح. I will never get off Balestra. You should check out a jockey's license. أنا بس كنت أشوف روحي فوق وتحت فوق وتحت. عن سباق توازن من 0 إلى 55 بتواجد دوشامبي صاحب أعلى تصنيف ومعاه 6 آخرين. وعارف الملاك والمدربين ما يحبون أستبعد أحد، لكن إذا بنستبعد بنستبعد من الحين؟ سنيك إيجل اليوم من زمان ما حمل هالوزن 54. والله الحصان جدا متراجع، ما اعون عليه الا ب 60 61 62. فاليوم شنو؟ 54 بيكون شويه يعني عامل ايجابي بالنسبه له يعني. والله توني حنسير بقول لك ان سنيك ايجل خطير في الشوط. والله هو المفروض الفيفورت دوشامبي يعني، بس ان الوزن شويه، وزن 62 اكيد يعني شوي وزن. اوكي، اذا قلنا دوشامبي العائق الوزن، الاقرب دوشامبي، وقلنا فالنتاين العائق انه يعني 3 سباقات. فلو كانت 1600 1400 اقول لك هي تفوز، 2000 متر صعبه عليها. وقلنا مثلا سنيك ايجل لانه شوي مو بوايد واثقين فيه، يبقى من؟ قرايب. لان الدائره الوحيده اللي بتنحط، لان احنا نصيره كلها حط
دوائر. مو بلش أبو محمود يعني ساقطة الدائرة. لا تحطين دوائر. إنزين. فالدوائر الوحيدة اللي المفروض تنحط اليوم مفروض تنحط على غرائب. شلون؟ والله الفوز بيكون لغرائب بدون منافس. تشمل فيبرت يعني بس إنه في 4.5 كيلو بينه وبين غرائب. هاي الشغلة الزينة. فالنتاين حتى لو 3 أسابيع على راس يعني المدرب مفروض إنه يعرف يسوي ريكفري و. فما أظن بتأثر عليها. سنيك إيجل يعني هلا أشوف أن علي منصوري هو دايخ بعد ما بالش بحصانه يعني ف الله يسهل عليه. عقب الشوط روفان ريسينج أيها المتابعون الكرام انطلق أول أشواط الأمسية. هي الأمسية 16 من موسم 2019-2020 من مسافة 2000 متر على كأس مركز البحرين للمجوهرات. شاركة 6 من الجيادة اللوكال تصنيف من 0 إلى 55 إنتاج محلي لوكال بانطلاقة غرائب هي التي تتصدر السباق من البداية بشعار العفو ريسينج. والمركز تغير الصدارة الآن لمصلحة مشارف مع الفارس أندرو إليت تلحق به ثانيا غرائب مع الفارس لينيومان. بينك ريبونجير في المركز الثالث مع روزي جيسب وبجانبها بجانب السياج هنالك فالنتاين مع الفارس بادي ماترز. والمركز الخامس هنالك نيك إيجل ودوشامبي في آخر الجياد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول مع مشارف غلتي أنجل فوز وملتيستور على صدارة هذا الشوط بانطلاقة أندرو إليت الفائز أيضا في هذه المسافة في نهاية نوفمبر 2019 تلحق به ثانيا هنالك غرائب مع الفارس لينيومان بينما فالنتاين بمحادثة سياتاتينا ثالثا. بينك ريبونجير في المركز الرابع والمركز الخامس هنالك يتواجد شعار المنصوري برفقة دوشامبي هنالك بانطلاقة عبد الله فيصل. لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع مشارف أندرو إليت بشعار سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آر خليفة هنالك في موقع واحد مع غرايب بشعار العفو ريسينج. والمركز الثالث بينك ريبونجير مع روزي جيزيف فالنتاين في المركز الرابع والمركز الخامس دوشامبي وأيضا هنالك سنيك إيجل في المركز السادس. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. هنا انطلقت غرايب بعد شعار العفو ريسينج وهنالك أيضا محاولات من قبل فلان مع الفارس بادي ماتر ومن وسط الجهاد هنالك ايضا انطلاقه دوشامبي مع الفارس عبد الله فيصل. هنا انطلاقه غرايب سلاله افراج وغربه على انت صداره هذا الشوط بشعار العفو ريسينج. لينيومان على صداره هذا الشوط محاولات ايضا من قبل دوشامبي من جانبه هنالك الجهه اليسرى من المضمار وبينك ريبونجير من وسط الجهه لكن غرايب بكل سهوله واريحيه وهدوء تام تخطف صداره الشوط الاول على كاس مركز البحرين للمجوهرات. سيد الناس ما قلت لك ان الفرس جدا ممتازة والحصان دوشامبي ما تعول عليه بان الوزن جدا عالي عليه. ان غرايب تفوز بهالفارق في اخر اشواطها كانت رايحة مع اقوى الخيل وكانت في الميزان فمع هذه الخيل يعني ايزي وان تغلبهم. لاحظ دوشامبي قاعد اخر الخيل اخر الخيل وهو غرايب مشي ثاني اول ثاني لما الفارس يمكن شاف الخيل المرشحه وراه حرك فرسه ومشت دوشامبي متاخر حركه ما وصل وصلت هي الفرس والصراحه عقب هالراحه ابدعت الفرس صراحه. الشوط الثاني لجياد الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئات إنتاج محلي. اليوم نشوف صفوة هي المرشحة الأولى وبلو إنجل المرشحة الثانية وشاجر المرشح الثالث. وبما أن بلو إنجل نتائجها ما نقدر نقارنها بصفوة اللي always second. Five seconds, one win. Yeah. But she's running good. Even when she was second, she ran very good. So she ran second to Sahil at one length. Yeah. So today, shall we say her or Charger since no, the distance suits him better? يلا برز في الشوط بتكون صفوة يعني. يمكن يكون خطر من شارجر بس no, the distance suits him better. Yeah, the distance will be better for Charger, but I think that Safra is maybe a better horse now. إنزين تبون نسأل بعد عن
عنتر وهايل؟ ما اعتقد، ما رشح عنتر. نبي نعرف انت متأنق اليوم حق عنتر ولا حق هايل؟ والله حق الاثنين. انت قول لي اسال عن من اليوم، عن عنتر ولا عن هايل؟ والله هايل اول مره بلمسه خيل القش. Do you think هايل can do something؟ اليوم بالصباح نشوف نجربه. مصفات ما في مصفات، لا نجربه. مهمتنا هالموسم ان نخلي عبد الله الكويتي ما يقول بنجربه مره ثانيه. لا يعني الافضل في الشوط صفوه، من بعد صفوه شاجر طبعا هي الاقوى. بنغلب ونغلب صفوه، اذا بنغلب. اذا بتغلبون لازم تغلبون صفوه. فان ريسينج أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق شوط الثاني من مسافة 1200 متر بانطلاق 9 من الجهات بعد انسحاب عنتر من هذا الشوط، انطلاق موفق لـ9 من هذه الجهات بانطلاقة. هنالك تتواجد لدينا صفوة هي التي تتصدر السباق من البداية مع الفارس أندرو إليت المرشحة في هذا الشوط. هنالك يلحق به ثانيا أركان مع جونيغن، بينما المركز الثالث هنالك تتواجد المرشحة الثانية دوانتين مع جيكوب لورد في المركز الثالث. شاجر ياتينا رابعا، والمركز الخامس هنالك ريتشارد كلانيوم، هنالك تزال الصداره والمركز الاول حتى الان مع صفوه، بينما هنالك انطلاقه اركان مع الفارس جون ايجن من جانب السياج، لكن الصداره حتى الان مع المرشحه الاولى. هنالك صفوه بانطلاقه الجواد، هنالك اندرو اليد، بينما هنالك ايضا محاولات من قبل بلو انجل مع الفارس جيكوب لورد، وهنالك ايضا محاولات من قبل شاجر مع الفارس عبد الله فيصل. لا تزال الصدارة والمركز الأول، هنالك شاجر قادم بقوة مع الفارس عبد الله فيصل، وبلو أنجل مع جيكوب كلار، لكن هنالك المرشح الثالث، هنالك شاجر من يخطف صدارة الشوط الثاني مع الفارس عبد الله فيصل. بلو أنجل في المركز الثاني، المركز الثالث والرابع دخول ما بين صفوة، وأيضا لدينا ريتشارد كرانيوم. ذكرت أنا قبل السباق أن شاجر أرشح من بعد صفوة. حتى لو رشحنا شاجر وقلنا ان المسافه تناسبه، جيمس كان مصر على صفوه. كنا متوقعين من صفوه تأدي ريس احسن من ذا الريس. عيل شو اللي صار؟ ما صار اي تاثير، السباق عادي، بس شاجر ادى سباق ممتاز. شاجر فعلا كان اداءه هادئ وممتاز، بس ما ظن نقدر نقول ما صار شيء مع صفوه في السباق. كان المفروض ما تتقدم بهالمسافه، استعجل عليه يمكن فرس أندرو، هو تعب فرسه من البداية وتعبت في النهاية. اي صح، عدل. المهم ان المرشحين الثلاثة كانوا في المنافسة وما في شيء ثاني يضاف. يلا هذه انت وشطارتك. يا زماني ذبح روحه. بتقول لنا عن هذا الشوط يا جعفر، انت كل اللي عندك كذي صغيرات؟ صغيرات كروشان. اي كلها صغيرات. صغير اي كلها صغار عندي. ايش اسوي كلها صغار حق الجاي، يعني حق الموسم الجاي، يعني ازيدهم موسم الجاي. جعفر عنده ثلاثة في هالشوط لكنهم مو مرشحين. المرشح الاول طويسان 1762، والثاني لمصنة 1724، والثالث لملولش 1748. وما اعرف اذا اللي مع جعفر مرزوق بيجارون هالخيل. خاطري انا صراحه، انا احب يوسف طاهر وايد، واحب عبد الله الكويتي وايد، بس خاطري، واحب بعد يوسف البعينين ما نبي ننساه، بس خاطري اقول جعفر مرزوق متصدر الجيود العربية. ليش عاد؟ ما خاطري. يلا ان شاء الله بيصير. متى؟ السنة الجاية؟ يعتمد على الخيل بعد. لا شنو تحتاج عشان تقدر تتصدر الخيل العربية؟ احتاج خيل تظل سنة على موسم موسمين يظلون. خيل زينة. خيل زينة بعد. هاي الرسالة بنوجهها حق سمو الشيخ عيسى بن سلمان.
كيف شعر. وطبعا هم سوون توزيعات حق الخيل وكل واحد كل مدرب ونصيبه. هالسنة خلوا جعفر يختار أول واحد. إيه. ها؟ إنزين. عيل ما سألك شيء عن خيلك لأنهم صغار. لا أوكي. إيه أوكي. نقول طويسان. هو المرشح الأول طويسان يعني. يوسف قاعد يقول لهم شوف الصقلاوي اللي عند يوسف البعينين وبعد المصنة. عاد أنا بسوي روحي ما سمعت. الحين بنسأله بنقول له ليش قلت كذي. يوسف طاهر راح يكون هو الفائز مو بالأقرب لأن الجياد المبتدئات وهو عنده طويسان 1762 اللي أثبت جدارته مع الأبطال. فتحس من اللي بشكل خطورة الصقلاوي 1772. والله أتوقع المصنع. والله المصنع 1722. أتوقع المصنع. قلت لهم يحطون بالهم عليهم ها؟ لا لا. بحط بالي على الكل يعني. ما له سمعتك. الله يوفق بالخير إن شاء الله. خيلة زينة بعد هو ما شاء الله طويسان حصانة زين ما شاء الله يعني ركض ويا أقوى من ذلين الخيل. والملولش. ملولش غلبناها من قبل يعني عادي يمكن يعني في شانس نغلبها بس طويسان شوية صعب حصان قوي صراحة عنده مستوى يعني بين ويا خيل أكبر من ذلين يعني نقول مصنة ثاني إن شاء الله أول ليش ثاني كنت قلت صعب نتغلب على طويسان صعب يعني إحنا قبل الشوط بس عقب الشوط يصير حديث ثاني صح ولا لا وعلى المستوى اللي قدمه يمكن ما يقدم مستوى يعني مو معناتها أنه خلاص يعطونا الكاس ويمشي البيت لا على المستوى اللي قدمه حصان عنده مستوى يعني ويا كلاس أعلى من ذلي فما تدري شو يصير ليش خاشين المصنة هنا ليش خاشين هنا ها خاشين مفاجأة إيه شكله لا ريسينج أيها المتابعون الكرام انطلق شوط الثالث ومجريات على كاس شيفرون للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو بمشاركة سبع من هذه الجياد بانطلاقة الجواد نالك الكروش 1751 بالكاب الأخضر مع الفارس عدنان جعفر يلحق به ثانيا الصقلاوي 1772 مع مارشالس جارج المرشح الأول طويسان 1762 في المركز الثالث والمركز الرابع تتواجد المرشحة الثالثة الملولش 1748 مع الفارس حسين مكي والمركز الخامس هنالك المرشحة الثانية المصنة 1724 مع حسن الصفار والمركز السادس هنالك تتواجد كروشان 1754 مع عبد الرحيم جاسم لا تزال الصدارة والمركز الأول مع الكروش 1751 بينما هنالك أيضا محاولات من قبل مارشالس جارج بانطلاقة الصقلاوي 1772 لا تزال الصدارة بين تخطف الصدارة الآن من قبل الصقلاوي 1772 محاولات من قبل المرشح الأول هنالك طويسان 1762 مع الفارس عبد الله فيصل لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع البعينين انطلق في صدارة هذا الشوط مع الإيطالي مارشالس جارج إذن الغير المرشح الصقلاوي إلى كاس شيفرون المركز الثاني طويسان المركز الثالث الكروش بينما المركز الرابع هذه ثاني مشاركة إلي وفاجئ الجميع بانتصار رائع جدا رائع فاجئ الجميع لا تستعجلون الحين بنعرف كل اللي صار قالهم حطوا بالكم على الصقلاوي والمصنة أنا بعرف شلون كان يعرف لا الصقلاوي لأن السلالة طيبة وأنا قلت حق عبد الله قلت حطوا بالكم على الصقلاوي بعد لأن راكضة واحدة هذه جاي ثالث أول ريس له جاي ثاني ريس له يعتبر قشيم أول ريس شوي تطور فعل ريس جاي بصراحة أحسن من هالمرة هذا الخيل كذي خيل عربية تتطور من سباق لسباق الحمد لله يستاهل يوسف يستاهل بارك الله فيك شيء طيب والمنافسه مفتوحه بس ايش صار مع طويسان شتم كل بلانكر ما يبغي احتمال انا إيه لأن اليوم اول مره بلانكر إيه نعم. كان يور ادفايس ان تحطون عليه بلانكر لا المشكله انس ركاب كريان وقال حق يوسف حط عليه بلانكر ومشي وياه
ركب طويسان قال حق يوسف حط على بلينكا، ركب الجلابي قال حق يوسف حط على بلينكا. أنس الله يهديك، بس كل حصان حطه على بلينكر. يمكن كان بيمشي وياه بس ما أدري، يعني تعرفين حصان صغير في العمر يعتبر فلو يعني قاعد يتعلم، فأنا أشوف يمكن شوي استعجلنا إن حطينا على بلينكر. احتمال ما أدري احتمال. فبروح حق الجماعة الاستواء. يلا مشكورة. وكيف فوق عبد العزيز؟ الحين ليش قال بيروح حق الجماعة الاستواء؟ ما فهم. عموما هل في سبب واضح اليوم ان ليش الصقلاوي مو المصنع؟ شوفي بقول لك، عامة الافرس مو بثابتين، يوم تي لك مثلا في مستواها ويوم تي لك متذبذب، يوم تشوفينها متاخره. هذه الافرس معروفه، يعني لو تسالين اي مدرب، لو تسالين اي واحد يعرف الخيل بيقول لك الافرس مو ثابته. يعني حتى سمو الشيخ عيسى يوم سألني قلت له تعرف الأفرس متقلبين، يوم تشوفها في يومها يوم تشوفها في دي. بس الحمد لله يعني طلع صقلاوي. Ask me if you have chance to stay behind one horse is a check when you yeah. when you enter in the stage. So Yusuf did not tell you that a صقلاوي is a winner. No. كنا شوي خايفين إن حصان عنده شوي خوف، يعني أنا جبت أسبوعين قعدت أبي أشيل الخوف من اللي فيه يعني. الحمد لله انه يعني اليوم شوي الخوف راح عنه وقدر انه هو يواصل للنهايه. هالشوطه يعني في نظري مفتوح، ممكن اي حصان يسويها يعني. قد يكون خصوصا ان شوط تصنيف من 0 ل 75 و17 اللي مشاركين، ونقدر نقول طبيعه السباقات تتواجد فيها خيل المتراجع عندها مستوى تراجعت في الموسم الماضي والموسم الحالي. في مفاجاه في دي الشوط ولا لا؟ والله يقولون حصان خالد عبد الرحيم، انا ما ادري. صح، انا بعد ارشحه، الحصان طيب والحصان يعني عنده هو صغير سن وعنده فوزين. بوبو بسكيت، هل هو يقدر اليوم يجارد الخيل؟ جايب سمعه يعني زين، يعني بتقول لي اليوم صدق ممكن مفاجاه؟ ان شاء الله خلينا نشوف. وشوط كولا فورست بسالك عنه بعدين. عاد لا تشوف. لا بابا بس انا اشوف فايف انجلز في احتمال يكون افضلهم. اكيد هو افضلهم، يعني المفروض يعني كنتائج اي كنتائج هو الافضل، بس اليوم في عائق عندنا اللي هو الجيت ماله 17 ويلا هذه انت وشطارتك. ان شاء الله ان شاء الله اكيد خلاص ما نبي خططنا لها وان شاء الله انت وشطارتك ان شاء الله يعني. نسالك عقب الشوط ان شاء الله. روف اند ريسينج أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الرابع ومجريات على كاس البورش مسافة 1400 متر هانديكاب من 0 إلى 75 للجيادة ثيربريد بانطلاقة الجواد برينس بونير، هو الذي يتصدر السباق الذي انطلق من البوابة الأولى بالكاب الأسود بشعار العفو ريسينج، يلحق به ثاني نونانيكا، أيضا لدينا نفس الشعار جولد سبينر مع لينيومان، جيت واي في المركز الثالث، جيم روكفورد رابعا، بون فيرد في المركز الخامس، بينما المركز السادس هنالك ايضا تتواجد فورورد ثينكر مع زهير مجيد، لا تزال الصداره والمركز الاول مع برنس بونير، بادي ماترز على صدارتي هذا الشو، الحاز على المركز الثاني في اخر مشاركته في نفس هذه المسافه، هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه، جيت واي في المركز الثاني، بينما انطلق جولد سبينر الان مع الفارس لينيومان، ومن وسط الجياد هنالك انطلاقه توف مع الفارس عدنان جعفر، لا تزال الصداره والمركز الاول مع برنس بونير، بينما هنالك محاولات ايضا من قبل لينيومان بنفس الشعار، وانطلاقه فايف انجل مع الفارس عبد الله فيصل، وهنالك ايضا جيم روكفورد مع الفارس حسين مكي، لا تزال الصداره حتى الان مع بادي ماترز، هنالك برنس بونير، محاولات من قبل جولد سبينر، ومن الجهه الاخرى هنالك ايضا فايف انجل بشعار فيكتوريوس مع الفارس عبد الله فيصل ويوسف طاهر، اذا فايف انجل الى كاس البورش، اذا فايف انجل هو بطل الشوط الرابع، مركز الثاني والثالث والرابع بانتظار الصورة النهائية. طبعا عبد الله فيصل اتوقع تألق مع فايف انجلز واستطاع الفوز بتوقيت صح اليوم. بداية مبارك لفريق فيكتوريس على هذا الغلب، والمدرب يوسف طاهر، والفارس عبد الله فيصل المتألق.
قال لي عبد الله فيصل زين ان البوابه اليوم 17 شغلناهم زين ان البوابه اليوم برا. قال لي بس ان شاء الله. قلت له يلا الحل عندك الحين. ف شنو كان انه يعني بوابه 17؟ انا كلمت عبد الله قلت له يعني تاخر، هو طبعا يعني عارف بوابته برا ولو تاخر مو من صالحه، بس الحمد لله انه طلع زين وقعد وسط الخيل وتكتم السيدة برا والحمد لله توافق فاز 500 وجولد سبينر في المركز الثاني. حصل لي فرصته مع الخيل الريت من 0 ل 75 وقدر ينافس. واندرويد في المركز الثالث. من ريس الى ريس قاعد يقدم افضل. بس انا اللي ما فهمته ليش قبل السباق كان التوقع انه في مفاجأة من بوبي بسكت اليوم واحنا حتى اداء ما شفناه. وزن 61 ورن يعني رايح 61 واول مره، ويمكن الحصان اتوقعه مو جاهز يعني الحصان في السباقات الثانيه يمكن يقدم افضل وافضل الحصان. ارشح صداره قيادة الفارس عبد الله فيصل. وصدارة مرشحة أولى ورماني مرشح ثاني ويعود مرشح ثالث، بس بعد معاهم حراش. ثلاث جياد لمزرعة المزدهر ضد جواد واحد اللي هو رماني ملك الصبلات العفو. اليوم نقول الشجاعة والكثرة العددية راح تتفوق على رماني. أعتقد كل الجياد زينة في الشوط بدون يعني بدون استثناء. تلمي حراش صدارة يعود. Who's first? Who's second? Who's third? صدارة حراش يعود. إذا بيكون اسم غير صدارة في هذا الشوط بيكون رماني. رماني. I don't know. You didn't said from Ramani. You said from صدارة حراش and يعود. ريسينج انطلق الشوط الخامس على كاس البورش من مسافة 1400 متر بمشاركة أربع من الجياد اللوكال إنتاج محلي بانطلاقة الجواد راماني، هو الذي يتصدر السباق من البداية بينما تخطف الصدارة من قبل المرشح الأولى صدارة مع الفارس عبد الله فيصل الحائزة في آخر مشاركاته في المركز الثاني في أوكس البحرين. راماني بمحادثة السيا في المركز الثاني، حراش ثالثا ويعود في المركز الرابع. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع صدارة سلالة هلمت ومسيون على صدارة هذا الشوط، يلحق به ثانيا هنالك رماني سلالة سوسايتي روك وامبريال كويت. والمركز الثالث هنالك ايضا محاولة من قبل حراش. والمركز الرابع هنالك يعود هنا الدخول في الخط المستقيم خطوة بخطوة. هنالك ايضا لدينا رماني من جانب السياج ومن الجانب الاخر هنالك صدارة. لا تزال الصدارة مع رماني، محاولات ايضا من قبل الجواد. هنالك لدينا صدارة مع الفارس عبد الله فيصل المرشح الاولى في هذا الشوط، وايضا هناك محاولات من قبل رماني. لن تخطف صدارة مرة أخرى من قبل رماني مع الفارس لينيومان. صدارة في المركز الثاني والمركز الثالث هنالك حراش، والمركز الرابع هنالك يعود. لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع رماني، بينما هنالك أيضا محاولات من قبل هنالك لدينا حراش وأيضا يعود. فعلا أيها المتابعون الكرام لا تزال الصدارة والمركز الأول مع رماني، وفعلا دخول قوي على خط النهاية. رماني يبدو لي من انتزع صدارة الشوط الخامس. يعني أتوقع يعود فاجأ الجميع في هالسباق. صحيح، مو أول مرة يعود يفاجأ الجميع. شنو بيه؟ لين قلنا كل شيء يتغير في لحظة، صج كل شيء يتغير في لحظة. وإذا حسبتك ما كانت صح تحلم أن فوزك يكون ببساطة مضمون. أن يعود يفوز على الرغم من أنه كان في آخر الترتيب اللي ذكره جيمس قبل الشوط، يعني كان دخوله واجد قوي، وأعتقد أنه اليوم ظهر بمستوى ما نقدر نقيسه فعلا بحكم أن رماني وصدارة بس أنا المشكلة حتى يعني جيمس قال لي إذا في حصان أسرع منك يقعد وراء. المشكلة إن رماني ما كان أسرع مني، رماني كان قاعد في بردي،
فذبحني وذبح روحه. يعني بعد ما كان سهل الصراحة، رماني قدم مستوى يعني الصراحة قدم مستوى فوق اللي كلنا توقعناه. ذبح روحه. إيه لو قاعد وراي كان بيفوز 100% بيفوز. إيه بس اللي فاد ذاك من برا واللاين شو اسمه الفينيش كروس. That was a nice race. Out too fast, but it was a good race anyway. I will never get off Balestra. بس اللي كنا متوقعين إن حصان. You should take out a jockey's license. أنا بس كنت أشوف روحي فوق وتحت فوق وتحت. نشوف جزيل يتصدر قائمة الترشيحات. جزيل في هاي الشوط بدون أي منافس. شلون بدون منافس؟ يمكن صح مرشح أول بس مع 5 آخرين، ومن ضمنهم بوردو غلاس كمرشح ثاني وساجد مرشح ثالث. طبعاً جزيل راح يكون هاي الشوط لتهيئة لشوط كأس الملك إن شاء الله. بس معه خيول بعد، يعني تقدر تقول يقدرون ينافسون جزيل مثل بورتو غلاس واي اي وعندك ساجد. تعرف انه صعب الشوط على ساجد صح؟ صحيح. جزيل موجود. بس يعني ارقام تقول لك اي عقلانيا كذي بس نفس ما قال ليش ما في حصان زين بورتو غلاس مو سهل حصان قدم اداء دائما. راح ينافسون بعض بس ما راح ينافسون اللي هو جزيل في هاي الشوط، يعني جزيل راح يكون شوط لبروح يعني. انطلق السادس يا شواط الأمسي على كاس مركز البحرين للمجوهرات بانطلاقة 6 من الجياد المستوردة ثيربريد من مسافة 2400 متر بانطلاقة مكاك على ما يحب فرونت رانر، ينطلق على صدارة هذا الشو، يلحق به ثانيا نايجيل مع عبد الرحيم جاسم خطوة بخطوة. هنا تغيرت الصدارة الآن لمصلحة نايجيل عبد الرحيم جاسم على صدارة هذا الشو. بجانب السياج ياتينا هنالك المركز الثاني مكاك مع بادي ماتل، والمركز الثالث يتواجد بورت داغلاس مع الفارس عبد الله فيصل بشعار الحسنين، وبجانبه ياتينا ايت اي بشعار العفو ريسينج. والمركز السادس هنالك المركز الخامس عفوا يتواجد جزيل الحائز على المركز الثالث في اخر مشاركاته في كاس سيدي سمو ولي العهد، وجزيل هو احد المرشحين في كاس سيدي صاحب الجلاله، وساجد هنالك في المركز السادس. نعود الى الصداره والمركز الاول، تغيرت الصداره لمصلحه مكاك بشعار فيكتوريس الفرونت رانر على ما يحبه على ما يتمناه. هنالك مكاك من يقود هذا الشو. المركز الثاني هنالك نايجيل عبد الرحيم جاسم، بينما المركز الثالث يتواجد بورت دوغلاس اي اي في المركز الرابع، والمركز الخامس هنالك ساجد برفقه فيكتوريوس هنالك جزيل. لا تزال الصداره والمركز الاول مع مكاك سلاله روكوف جوبورتا، المركز الثاني يتواجد نايجيل سلاله نيو ابروج، بينما بورت دوغلاس سلاله غاليليو في المركز الثالث، بينما رابعا اي اي سلاله بورموي، بينما المركز الخامس هنالك التقدم ياتينا بشعار شمطوط، هنالك ساجد بقيادة حسن الصفار والمرشح الأول جزيل حتى الآن في آخر الجياد. هنا الدخول في المنعطف الأخير الآن باتجاه خط النهاية 600 متر left to go. لا تزال الصدارة والمركز الأول مع مكاك بالكاب الأبيض بشعار فيكتوريا، العايدة ملكية لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. المرشح الأول جزيل حتى الآن ممسوك أموره طيبة في السليم، بينما محاولات أيضا من قبل هنالك بورت داغلاس من قبل جانب السياج مع الفارس عبد الله فيصل، لكن المرشح الاول حتى الان في وضعيه الانتظار. وفعلا ايها المتابعون الكرام شوف معاي ادري دافريز الان يبدا في الدفع بكل سهوله وبهدوء التام. جزيل 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 من يخطف صداره الشوط الثالث على كاس مركز البحرين للمجوهرات. المركز الثاني بورت دوغلاس، مكاك في المركز الثالث. فوزنا بجزيل يفوز في كاس الملك. معروفين يعني هالموسم فيكتوريوس هم اللي ماخذين كل الأشواط الكبيرة،
وجزيل بيكون من المرشحين يعني في كاس الملك. مثل ما خبرتك جزيل راح يكون شوط بروحه وباقي الخيل بيكونون شوط بروحهم، يعني هاي الشيء متوقعين منه من قبل الشوط. يعني احنا صدق توقعنا جزيل بس بهالاداء غلب بدون شابك بدون يعني صعوبه وياه في هاي الشوط. بورتغلاس رغم الوزن العالي 61 شفناه في المركز الثاني. بورتغلاس جواد قوي ما اقدر اتكلم عنه واستهين فيه لو انزل من مستواه. ومكاك كالعاده انحرف بس بعد في المركز الثالث. فقط قاعد يدخلونهم حق الخطف، يعني مكاك ما ادري شلون اتكلم عنه، ما ادري باي طريقه ما اعرف. مكاك من افضل الخيول يعني قاعد اشوفه بس للحين مو ماخذ حقه مكاك. جزيل، بورتغلاس ومكاك والباقي الصراحه كانوا تكمله عدد، وبعضهم كانوا بدون هدف كنايجل مثلا، وانتو تعرفون ليش اقول هالكلام. اتوقع بين الجلابي وكولا فيرست، واتوقع الكل بيقول بينهم خصوصا ان الجلابي انتصر على اوستن باور وعلى باليسترا وكولا فورست راكض في الدولي وجاي سابع. الجلابي ما شاء الله من الحين لحين ما يوي باقي الخيل اكو بيويدون البوابات مستعيلين، مستعيل الجلابي على الفوز. والله طبعا الجلابي قدم مستوى طيب في اول مشاركه. ده نفس ذاك المره انا برشح الجلابي ان شاء الله، بس في اللي بيرشح بالاسترا اليوم وفي اللي بيرشح كولا فورست. اي كولا فورست هو الخطير. والله كولا فورست يعني جواد كواليتي من الطراز الرفيع، احمريت تصنيف عالي ب 102. احس كولا فورست هو اللي بياخذ الليد، واذا خلوه بروحه ف بيروح. ما فيني في احساس من داخل ما بيرشح كولا فورست. لا اخر سباق ليه قدم اداء جدا. سباق الجولي انزين ما ادري كذي احس. انا ارشح الجلابي وكولا فورست. انا ارشح الجلابي. وبالسترا احد ارشحها بس احنا سيم تيم يعني. I will never get off بالسترا. Yeah, sorry, sorry. Always thinking that one. You like bringing up a little bit of trouble, don't you? Never. You're not getting it off me. Never, never, never get off Balestra. Never. You're not on Balestra today. No. Why? Not today. Why? Because you never won on him. طبعاً Balestra حصان ثابت. هانديكاب بس اليوم اعتقد ان ممكن الفارس يخدمه. لاي هيز ران اورايت وذ مي ها هي ايف جوت ا ايف جوت ا رايت شيك فور تايمز اون ذا هورس ها ايف جوت ا رايت شيك فور تايمز اون ذا هورس. Then it was your problem with him. Yes. You can't blame me then. ولكن اليوم يعني حتى لو كان ادري ديفريس فوق يمتطل الجواد بالسرا، لكن اتوقع بين الجلابي وكولا فيرست. روف اندريسينغ انطلق الشوط السابع والاخير انطلاقه بطيئه لاكسكيوز تلينجر من البدايه، بينما انطلاقه سريعه لهنالك ستار بوي هو الذي يتصدر السباق، بينما تخطف الصداره من قبل باتار مع زهير مجيد. المركز الثاني يتواجد المرشح الثاني كولا فورس الحاز في المركز السابع في كاس البحرين الدولي، والمركز الثالث هنالك يتواجد شعار العفو ريسينغ بالكاب الاحمر هنالك هاربر روك مع الفارس لينيو مان، بينما المركز الرابع هنالك ستار بوي مع حسين مكي بالكاب الاسود بشعار العفو، وبجانب اثينا هنالك باليسترا مع ادري ديفريز المرشح الثالث في هذا الشو، بينما المركز السادس هنالك تامرلين مع الفارس بادي ماثر. نعود الى الصداره والمركز الاول مع بدار بشعار الشيخ سلمان بن احمد ال خليفه، يلحق به ثانيا هنالك المرشح الثاني كولا فورس بشعار محمد خالد عبد الرحيم بانطلاقه جوني كن واشراف بولدارسي، والمركز الثالث هنالك انطلاقه هاربر روك مع الفارس
الفارس لينيو مان، وهنالك ايضا ستار بوي لا تزال الصداره مع بتار، بينما انطلق هنالك كولا فورس مع الفارس جونيكن، بينما المرشح الثالث هنالك باليسترا حتى الان في وضعيه الانتظار مع الهولندي ادري ديفريز. فعلا ايها المتابعون الكرام، بينما كولا فورس لا زال هو الذي يتصدر السباق مع الفارس جونيكن، بينما هنالك ايضا محاولات ايضا من قبل باليسترا. فعلا ايها المتابعون الكرام، كولا فورس بينما تخطف الصداره من قبل باليسترا. فعلا ايها المتابعون الكرام، فعلا هنالك ايضا لدينا باليسترا، لكن من يخطف صداره في هذا الشوط؟ باليسترا مع ادري ديفريز، كولا فورس في المركز الثاني. اليوم جحيم فتر عشان هو يسوي بيس الشوط. اليوم جرب يا انا اقول بعد صدق. طبعا اليوم انا ايش قلت لك قبل الشوط؟ الجوكي بفرق. اقول لك ايش قلت حق بادي قبل الشوط؟ قلت له اذا اليوم باليسترا فاز معناته لا تعقدين الريال، تسوي شيء غلط وياه. لا تعقدين الريال، لا تحطمينه. لا ما حاطمه، بس هو قال I never get off باليسترا، كل يوم ما ركب باليسترا. فاز. I had a great feeling all the way. In the straight, even when John he pinched a few lengths, I got a breather into him, a little blow, and he had a fantastic kick, and he kept going until the line, and he won comfortable. طبعا باليسترا رجع للمستوى المعهود اليوم، قدم مستوى ممتاز بتغيير الفرسان. كولا فورست أتوقع يعني أدى سباق مميز نقدر نقول، بس ممكن يتأثر من الوقفة 84 يوم. أعتقد الوقفة أثرت على. And out of sudden we saw Balestra. Yeah, yeah. So maybe if you saved yourself a little bit or no? You should take out a jockey's license. What? What do you think? You should take out a license. No. Yeah. No. Why? Anyway, no. It's no. Save for what? The way he picked up, I knew if he continued, I was going to catch him. But the question was, does he continue? The horse needed the run today, and it was a nice prep run for the next day. For next week? Yeah. He's running in Sheikh Nasser's cabin, yeah. Huh? Okay, ممكن نقبل هالعذر. بس هل هو فعلاً ما استعجل على كولا فورست في السباق؟ هذا السؤال. والجلابي وايد اللي رشحوه قبل السباق. شيخ سلطان، انت قبل الشوط قلت الجلابي، انا قلت الجلابي قبل الشوط. نعم بنفسك انت؟ الجلابي ما طلع من البوكس. تبطلت البوابه الحصان، انا بس كنت اشوف روحي فوق وتحت، فوق وتحت، يمين يسار. عشان كذي تعور. عشان كذي تعور. اللي هو يعني تعورت ريلي لانه هو كان يلصقني في الحاجز، وتعورت يدي كان في حديد وضربت الحديد يعني. ما ادري هل السبب لان الشوط اللي فزت عليه خلوني اركب الحصان داخل البوكس، هالمره خلوني اركبه برا البوكس، فيوم ركبته داخل البوكس كان هادئ الحصان، اليوم لما ركبته برا البوكس كان يعني تنرفز، يعني من بس مجرد اني ركبت الحصان بس خلاص تم تنرفز، يمكن هذه السبب. بس اليوم بلشت تفوق عليه. ايه الحمد لله، الحمد لله ما قصر المضمر هشام الحداد، نشكر هشام الحداد بعد على تجهيز الحصان وما قصر. اليوم كان يومه باليسترا. والله ان شاء الله اليوم والايام الجايه. فارس بعد ادى زين وياه. اي نعم. صح؟ الحمد لله رب العالمين. انزين قول لي قبل الشوط قلت الجلابي؟ لا باليسترا متوقعين. انت كنت متوقع باليسترا؟ اي نعم. ونبارك لمحمد يا ريسنج على هذا المستوى وهذا الفوز. في اشياء نواجهها احيانا تغير فينا وايد. ممكن تقويك. ممكن تكسرك، ممكن تسيطر عليك، ممكن تطفي لمعة عيونك وانت تتابع السباق. وكؤوس سمو الشيخ ناصر الأسبوع الجاي، ومن الحين فكروا معاي هل بيتغير شيء ولا لا. والسباقات علمتنا إن مو كل شيء يحتاج لإعادة حسابات. أكيد الاستسلام مو خيار، بس هني اللي دور نقطة الختام، فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.
كلام سمو الشيخ ناصر آخر مرة كان واضح. أنا المفروض أعلى سير ما جدنا المفروض أعلى صير. في تيم قوي في رؤية. هو اللي عنده العربيات والمستورد والإنتاج. صح كلامك. فعلا ما عنده إلا لوكلز. اليوم نشوفه فيه على رأس قائمة المتصدرين. ما في شيء غريب هالسنة. ما في غريب إلا الشيطان. في شيء غريب. لا ما. والله ما لا تحيل انت.